استغلال وتجارة ودمار. الدين من غير حب يبقى شكل وقشرة ومظهر، القوة من غير حب تبقى قسوة وظلم، الجواز من غير حب يبقى روتين وملل، العمل من غير حب يبقى كروتة ولكلكة. في الحب كل شيء بيتلون، بيبقى له معنى، بيبقى مفيش يأس، مفيش مستحيل، مفيش عوائق. مهما كان في عوائق بيبقى الأمل موجود. وجود الأمل أهم من وجود الحياة، مش كده ولا إيه؟